كان يتردد على بيتي أحد قياديي جبهة الإنقاذ، أعتبره من أحسن العناصر الجزائرية، شاب يكتسب ثقافة إسلامية أصيلة وثقافة عصرية، هو الأخ عبد القادر حشاني، عبد القادر حشاني رحمه الله. وكان مدركا لماهية الدولة الحديثة، يقال أنه الوحيد أو أبرز قيادات الإنقاذ الذي كان لديه رؤية سياسية. أشهد أن كانت له وضوح في الرؤية ومعرفة دقيقة بالدولة الحديثة. كان يتردد على بيتي، فعند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة، قلت له تحتوي على مخاطر. الخطر الأول أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم. ثانيا الغرور عند الفائزين، فحذاري، لابد من ضبط النفس ولابد من تنازلات. هذا كلام دار مباشرة بعد إعلان النتائج. وفوجئت بزيارة له يوم 4 يناير 1992، يخبرني بأن هذه لأول مرة أعلن عن هذا الخبر، يخبرني أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس شادلي. ما هي التنازلات؟ الاكتفاء ب 187 مقعد، وإعطاء الأوامر للمناضلين أن يصوتوا على مرشحي جبهة التحرير في الدور الثاني حتى يقع توازن في البرلمان بين الجبهتين. نعم. التنازل الثاني أنهم يتنازلوا على رئاسة الحكومة، لأنهم هم الحزب الأول، للأخ حسين أيت أحمد زعيم حزب القوة الاشتراكية، جبهة القوة الاشتراكية. والتنازل الثالث أنهم يكتفوا بثلاث مناصب وزارية، التربية والعدالة والشؤون الاجتماعية. ماذا كان رد فعل؟ فقررت في ذلك الحين أن أنظم لقاء بين الأخ حشاني وسهر الشادلي حتى يبلغ له. نعم. لأن ما عندي علاقة بالشادلي. نعم. انقطعت العلاقة منذ خروجي من الحكومة. وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي صنوبر بين سهر الشادلي وعبد القادر حشاني. السؤال اليوم، هل أبلغت هذه الاقتراح للشادلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت. ما كان رد فعل شادلي؟ هل قبلها؟ لست أدري. الشيء الذي نعلمه أن شادلي أقيل أو استقال 4 أيام بعد هذا الحادث. فسؤال، هل قيادة الجيش علمت باللقاء السري يوم 5 يناير وقررت إقالة شادلي؟ هذا سؤال لا بد أن يجيب عليه شادلي في مذكراته. أما أنا نظمت اللقاء ولست أدري ما كانت نتيجة اللقاء.